يستهلها من ورقلة، حيث يواصل الطريق الولائي الرابط بين عاصمة الجنوب ورقلة وحاسي مسعود حصد الأرواح بسبب وضعيته وتأخر أشغال تهيئته. يوسف بن فاضل يفصل أكثر في الموضوع. الطريق الولائي الرابط بين عاصمة ولاية ورقلة والمنطقة الصناعية حاسي مسعود لا يزال يئن تحت وطأة بطء وتيرة الأشغال، ما تسبب في حصد العديد من الأرواح. في ديما فيها في الروطار وفيها المشاكل، مزيد كما البلايك هذا ساعات يكونوا باينين. كما عندي صاحبي أنا كي كان في الليل يمشي هنا خرج فيها قريب تقلب هنا، ما شافاش ما بانتش مليح، بس كل البلايك ما يبانوش مليح. ماذا بينا يسرعوا في إنجاز هذا المشروع، وماذا بهم ماذا بنا حتى من ناحية السلامة تاع المواطنين. رئيس البلدية أكد أن وتيرة الأشغال تسير على ما يرام باعتبار العملية في شطرها الثاني والأخير. فيه شطر أول فيه 18 كيلو، 9 كيلو متر على اليمين و9 كيلو متر على اليسار. كمل المقاول تاع الشطر الأول كملوه، ومن بعد شفنا باللي حالة الطريق مهترئة ياس بزاف، كفلنا به كبلدية حسن مسعود ودرناه شطر ثاني. وباعتبار الطريق حيوي يبقى لزاما على المسؤولين الإسراع في إنهاء الأشغال به ووضع حد لحوادث المرور التي تزيد يوما بعد يوم.